ميديا بروتك يسعدها أن تقدم الله أكبر. ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بوارق والنور فجر ليس فيه رياء. لما بذرت النور في أرجائها فتبنى خطيبا بها الصحراء. الله أكبر رددت أصداءها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. من الذين أيضا كانت لهم قصة عمرو بن الجموح، كان أعرج رضي الله عنه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد المعركة أراد الخروج، فأبناءه قال يا أبتا إن يعني أنك أعرج والله أسقط عنك القتال. قال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على الخروج، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه. من الذين كانت لهم قصة كذلك رجل اسمه قزمان، واحد من المسلمين، أبلى بلاء حسنا، كان آذى الكفار أذى شديدا وقتل فيهم مقتلة، فالمسلمين كانوا يمدحونه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحه فقال هو من أهل النار. تحجب الصحابة قال يا رسول الله مسلم ومقاتل وآذى الكفار، فقال هو من أهل النار. فواحد من الصحابة يقول تعجبت كيف، يقول فتبعته، كنت حواليه في المعركة أشوف ماذا يحدث له، فجرح طعن في المعركة فما صبر، فأخذ حديدة فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه. والانتحار المنتحر الذي لا يصبر ييأس من رحمة الله مصيره إلى النار والعياذ بالله، فهذا قتل نفسه ما صبر. أبو دجانة رضي الله عنه أوفى بحق السيف، نزل فيهم ضرب يضربهم ضرب السيف حتى فعلا اعوج السيف. يقول كعب بن مالك لما أبو دجانة أخذ السيف يقول أردت أن أعرف كيف سيصنع به، هل فعلا راح يوفي حقه، فيقول حرصت أن أكون قريب منه في المعركة أشوف ماذا يفعل، وكان مدجج بالحديد رضي الله عنه. يقول فأخذ يقاتل واحد من الكفار، أثناء القتال وهو يقاتل هذا الكافر، الكافر شاف الموت ففر هرب، فتبعه أبو دجانة رفع عليه السيف فنزل به ضربة واحدة على رأسه، فمن قوة الضربة التي نزل بها أبو دجانة على رأس الكافر شق نصفين، وصل السيف إلى الخيل وسقط الكافر نصفين. فرفع أبو دجانة الخوذة والتفت على كعب قال كيف ترى يا كعب، شلون الشغل زين؟ فهذا قتال أبو دجانة رضي الله عنه يوم أحد. من الذين أبلوا بلاء عجيبا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ذلك أن واحد من الكفار كان مدجج في الحديد راكب فوق بعير وعنده سيف طويل، السيف الطويل صعب القتال فيه، هذا متقن القتال في السيف الطويل، وراكب فوق بعير ومدجج بالحديد، لا النبل ينفع معاه لا رمح ينفع معاه ولا هم قادرين يقاتلونه، يصل إليهم ولا يصلون إليه، فقتل من المسلمين 9 هذا الكافر، حتى المسلمين بدأوا يهربون عنه يبتعدون عنه ما هم قادرين يعملون. فراح واحد من الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شوف لنا حل يا آذانة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قال من يخرج له، فما قام أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من يخرج له، فما قام أحد. فقال للمرة الثالثة من يخرج له، فقال الزبير أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج أنت لخرجت أنا. انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما في أحد خرج لخرجت أنا بنفسي أقاتله. فعندها خرج الزبير، يقول فبدأت
ابحث عن مقتل فيه فلم اجد، ما له مقتل، ما في طريقة تضربه، وبعيد من يوصل له. يقول فاخذت اتجنبه، اتجنبه وادور حواليه بشوف طريقة اقتله فيه، ماني لاقي. ثم اني صرت خلف بعيرة، يقول فلما صرت خلف بعيرة يقول فاخذ الزبير يركض، ضرب البعير، صعد فوق البعير، صار فوق الرجال، فوق ظهره، نزل من فوق البعير الى تحت الارض واخذ خنجر وشق راسه فقتله. فانظروا الى قوته رضي الله عنه وبلاءه في ذلك اليوم. ما زالت معركة الألوية شغالة، استطاع الأبطال من المسلمين أن يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه، فسقط اللواء للمرة الثامنة. الآن الكفار شعروا بالهزيمة، فحمل اللواء صواب من أبناء بني عبد الدار للمرة التاسعة. الآن يحمل اللواء 9 مرات يسقط اللواء، هذا المرة التاسعة الآن. في المرة التاسعة استطاع أيضا هؤلاء الأبطال أن يصلوا إلى صواب فضربوه فقتلوه، فسقط اللواء للمرة التاسعة. وخاف الكفار، كلهم خايفين يحملوا اللواء، كل واحد يحمل اللواء يقتل، فتركوا اللواء. الناس تنتظر لواء الكفار يصعد، ما صعد. انتظروا ما صعد، عرفوا ان الهزيمة جاءت، بدأ الكفار يفرون من كل مكان، بدأت الهزيمة في الكفر. بدأ الصحابة يتبعون الكفار، وبدأ يقول في الصحيح في البخاري، يقول احد الصحابة يقول حتى رأينا النساء يركضن نحو الجبل، يعني هو بس الرجال الان، وصل الامر ان النساء انكشفنا، عاد النساء ما ينكشفن الا اخر شيء. يقول حتى الان تركوا النساء، تركوا كل شيء وانكشف الناس. يقول واحد من الصحابة واني لأتمشى اجمع الغنائم، خلاص ما في احد، ما احد يقتل، كلهم فارين. وسيطر المسلمون على ارض المعركة وبدأ جمع الغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع الكفر في ذلك الوقت، كان قائد فرسان الكفار. خالد أثناء كل هذه الأحداث كان يقود فرسان الكفر، وكان قريب من جمل الرماة. كل ما حاول يهجم على المسلمين ترده نبال الرماة. حاول أثناء معركة اللواء 3 مرات أن يتقدم لمساعدة اللواء، 3 مرات يرده الرماة من الجبل، ما قدر يعمل شيء، لا هو قادر يلتف ولا قادر حتى يدخل المعركة، لأن الرمي كان مسافات طويلة كانوا يرمون وكانوا يصيبون. ظلت كتيبة خالد معطلة عن القتال طيلة المعركة، ما هو قادر يعمل شيء بسبب جبل الرماة. فلما انكشف جيش الكفار وفروا، كانت الكتيبة الوحيدة المتماسكة في جيش الكفر التي ما زالت باقية هي كتيبة خالد، لكنها كانت خارج أرض المعركة، كانت بعيدة عن أرض المعركة تنتظر فرصة تدخل، لكنها هي قادرة بسبب الرماة. فلما حدثت الهزيمة وفر الناس وبدأ جمع الغنائم، الرماة بدأوا يتحركون ليجمعوا الغنائم. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدهم قال ويلكم، أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتحركوا؟ قال يا ابن جبير قد انتهت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحركوا أثناء المعركة، الآن المعركة انتهت خلاص، راحوا شوف الناس قاعدة تجمع الغنائم. قال وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمركم ما تتحركوا، فما أطاعوه ولا كلموه وخرجوا، وما بقى معه إلا رجلين، والباقين 50 واحد الرماة اللي كانوا على أرض على جبل الرماة كلهم تركوا جبل الرماة ونزلوا يجمعون الغنائم. خالد بن الوليد منتبه، شاف ان الرماة اللي كانوا يردونه الآن تركوا أرض المعركة، ففورا حرك الكتيبة نحو جبل الرماة. الآن ما هو يريد يرتفع على جبل الرماة، صعد جبل الرماة نفسه، حاولوا يردونه بالنبال كذا، لكن 2-3 امام جيش كامل ما يشفعلوا، ف
فقتل عبد الله بن جبير والذين معه، وسيطر خالد على جبل الرماعات. ثم التفوا من وراء الجبل، دخلوا من وراء الجبل، الآن صاروا وراء جيش المسلمين، كانوا هذه المدة كلها أمام الجيش، لكنهم لما التفوا هذا الالتفاف صاروا وراء الجيش. الآن الجيش هاجم يجمع الغنائم ويقتل في الكفار، وفجأة جاءهم جيش من وراءهم بدأ يقتل فيهم، وبدأ الصراخ في المسلمين من خلفهم. اللي في المقدمة ما يدرون ايش صاير، فرجعوا وبدأوا يقاتلون المسلمين اللي جايين من هذه الجهة فارين من خالد، وبدأ القتال بين المسلمين انفسهم، لان كانوا مدججين بالحديد ما يعرفون بعض. حتى ان ابا حذيفة يقول عن نفسه رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان يقول عن نفسه رضي الله عنه، يقول رأيت ابي يضربه المسلمون من جهتين، هؤلاء يضربون وهؤلاء يضربون، ابي، وانا اصرخ فيهم ابي ابي يرحمكم الله هذا ابي، يقولها من شدة الفوضى ما سمعوني فقتلوه. وبدأ خالد يضرب في المسلمين واشتدت الفوضى. الآن جيش المسلمين صار فوضى، جيش الكفار أصلا فوضى، الوحيد اللي عنده جيش متماسك هو خالد. فسيطر خالد على أرض المعركة وبدأ القتل في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهذه الفوضى فأمر بالتراجع حتى يجمع المسلمين حوله، فصرخ إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، حتى يجمعهم ينظمهم مرة أخرى. طبعا هذه الصرخة خطيرة في ظل الفوضى، لأن أي واحد يسمعه من الكفار ممكن يقتله، لكن هذا كان من شجاعته صلى الله عليه وسلم، فصرخ هذه الصرخة. فعندئذ هجم عليه مجموعة من الكفار سمعوا الصرخة، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في حفرة من حفر ابن أم قمئة. حمزة رضي الله عنه كان يقاتل مع هذه الفوضى، انكشف حمزة ما أحد حوله، ما في أحد حول حمزة، كان يقاتل لكن كان في حواليه دائما من يحمي ظهره، الآن ما في أحد يحميه. فتقدم وحشي شافه الآن منفرد، فتقدم من بعيد ما اقترب جنبه، من بعيد فهز الرمح يقول حتى اطمأننت إليه، فقذفت الرمح فدخل في ظهره وخرج من بطنه، ما قتل من أمامه قتل من خلفه، ولم يسقط حمزة والرمح في بطنه ما سقط. يقول فلف الخيل، لف الحصان، وجاء مقبل علي، يقول فرأيت الموت، شفت جايني هذا الرمح طالع من بطنه وما هو ساقط عن الحصان، ايش هذا؟ يقول فرأيت الموت خائف. يقول فلما وصل الي كاد يقتلني خلاص، يقول لما وصل الي سقط رضي الله عنه ومات. يقول فأخذت رمحي وتركت المعركة ولم يكن لي حاجة في غيره، يقول ما بي إلا هو، فما قاتلت ولا لي شغل فيهم، تركتهم كلهم ومشيت، قتلت حمزة أخذت حريتي. فهكذا قتل حمزة رضي الله عنه. مصعب بن عمير مع هذه الفوضى انكشف أيضا، وانكشف لواء المسلمين، كان ما زال لواء المسلمين واقف، بعض الكفار اللي كانوا في أرض المعركة تجمعوا هجموا على مصعب، بدأ مصعب حامل الرواء في يد ويقاتلهم باليد الأخرى يمنعهم، فضربوه على يده فقطعوها، فالتقم اللواء بيده الأخرى فضربوه على الأخرى فقطعوها، وهو يقول لما سمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط في الحفرة صرخ الشيطان قتل محمد واهتز المسلمون، فهنا لما سمع مصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال وما محمد إلا نبي قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نطق بهذه الكلمات قبل أن ينزل بها القرآن، أجراها الله تعالى على لسانه، أجرى على لسانه آيات من القرآن قبل أن يأتي بها الوحي، ثم نزل بها الوحي رضي الله عنه. فقتل مصعب وسقط لواء المسلمين، الآن لواء المسلمين ساقط ولواء الكفار ساقط.
اي فوضى هذه في المعركة؟ جيشين مهزومين وبدأت معارك، هنا معركة هنا معركة، ارض المعركة كلها معارك صغيرة في كل مكان. عمر بن الخطاب لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والفوضى هذه عمت ما يعرف ايش يعمل، جلس، وسعد بن معاذ جلس جنبه، فمر عليهم انس بن النضر قال ما لكما؟ قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. انس كان قد حلف كما ذكرنا، والله لئن كان للنبي لرسول الله قتال مع قريش بعد هذا، بعد احد، بعد بدر، ليرين الله عز وجل ما اصنع. فالان بينت شجاعة انس، قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقوما وموتا على ما مات عليه. فقام عمر، انتبه، هذه اللحظة من الغفلة ايقظها انس، فقام عمر وبدأ يقاتل، وقام سعد بن معاذ وبدأ يقاتل. يقول سعد فرأيته متوجها نحو احد وهو يقول يا انس يا سعد يا سعد والله اني لا اشم ريح الجنة دون احد، اشم ريحة الجنة. فتقدم انس فقاتل قتال عجيب، بدأ يضرب في الكفار في ظل الانهزام، يضرب في الكفار، اصيب رضي الله عنه ب83 ضربة، 83 ضربة يضربون الى ان قتلوه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فوالله يا رسول الله ما استطعت ان اعمل كما عمل انس، ما قدرت اعمل مثله. من يقبل هذا الاقبال؟ من يجاهد هذا الجهاد؟ واحد يجرح جرح واحد يهرب، جرحين، 83 جرح. يقول فكشفنا عنه فليس في جسده موطن شبر الا فيه جرح، كل جسد ممزق في سبيل الله رضي الله عنه. لما حدث كل هذا، هنا تحرك بطل من ابطال المسلمين نحو اللواء الذي سقط، لواء مصعب، وحمل اللواء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حمل اللواء. في هذه الفترة ايضا جاءت امرأة من بني عبد الدار اللي وعدوا ان ما يسقط اللواء، اسمها عمرة بنت علقمة، فحملت لواء الكفار، فارتفع اللوائين الان مرة ثانية وبدأ الناس يتجمعون. لكن المسلمين الان الضرب عليهم من الامام ومن خلف من خالد، فالفوضى فيهم شديدة وعمت الفوضى فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساقط هناك بدأ ينادي إلي عباد الله أنا رسول الله، فتجمع عليه مجموعة من الصحابة من بينهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو دجانة، وطلحة بن عبيد الله، وسبعة من الأنصار، ونسيبة رضي الله عنها، كانت مجموعة من الصحابيات في المعركة يسقينا الناس ويمرضنا المرضى ويجهزنا على الكفار، إذا كافر من الكفار جريح يقتلنه. فالآن لما صارت المعركة بهذه الصورة وهذه الفوضى، تجمع هؤلاء النفر القليل حوالي 10-12 واحد فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهم واحد من الكفار اسمه ابن أم قمية أو ابن أبي قمية، فمعه مجموعة هجم على هؤلاء، واستطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على كتف النبي بضربة شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس درعين فحمته الدروع صلى الله عليه وسلم، لكن من شدة الضربة هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت وجعها شهرا، شهر وأنا أتألم من هذه الضربة رغم أنها نزلت على الحديد، فتخيل قوة هذه الضربة التي نزل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة سقط في الحفرة مرة أخرى، فهجم عليه ابن أم قمية مرة أخرى ورفع السيف فنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الضربة دخل الحديد في جمجمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في العظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال متماسك. فالصحابة يحاولون يردون ابن أم قمية، لكنه كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فعندها أخذ ابن أم قمية حجر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فانكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم من رأسه ومن فمه وسقط في الحفرة.
هنا الأنصار بدأوا يدافعون يحاولون ردون ابن قمية والذين معه بكل جهدهم ما هم قادرين. نسيبة رضي الله عنها لما رأت السيف لما رأت الحال حملت السيف بدأت تقاتل يمنى ويسرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا يسارا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل من دوني رضي الله عنها. فأصابها الكفار بجرح على كتفها شق كتفها دخل الجرح في كتفها وظلت تتألم منه طول عمرها هذا الجرح رضي الله عنها وظلت تقاتل مع الجرح ظلت تقاتل رضي الله عنها. هنا قام أبو طلحة وبدأ يقاتل الكفار وبدأوا يدفعون الكفار يردونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الكفار أنهم بدأوا يتراجعون ما هم قادرين يصلون إليه بدأوا يضربون بالنبال لأنه هو في الحفرة صلى الله عليه وسلم وهم قريبين فبدأوا يضربونه صلى الله عليه وسلم بالنبال يريدون أن يصيبونه. نعم لابس الحديد لكن في أجزاء من جسمه مكشوفة يده مكشوفة وجهه مكشوف فيريدون أن يصيبونه. فأبو دجانة لما شاف هذا المنظر فورا قفز في الحفرة وغطى النبي صلى الله عليه وسلم جلس فوقه وغطاه وبدأ الضرب كله على أبو دجانة في الحديث حتى صار ظهره كالقنفذ. تخيل كثرة النبال اللي نزلت عليه يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر الضرب حول هذه الحفرة استطاع مجموعة من الصحابة أن يصلوا فيدفعوا هؤلاء الكفار واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسحب من هذه الحفرة واتجه نحو الشمال نحو الجبل ومعه الصحابة متراجعين يقاتلون ويتراجعون حتى صار عند الجبل. فأخذ الصحابة يحمونه وجاء عبد الرحمن بن عوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصب الدم منه من رأسه ومن فمه ينزل فيريدون يوقفون الدم. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأراد أن ينزع الخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها فوجد العظم الحديد في العظم ما الخوذة ما هي راضية تطلع لأن دخل الحديد في العظم. فهنا حاول يجرها ما في فائدة فأدخل أسنان فيها وأخذ يجرها بأسنانه حتى انكسرت أسنانه رضي الله عنه. ثم أنه أخرج الخوذة من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الدم يفور من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا يوقفوا الدم الدم ما هو متوقف. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى هذا المكان وضعت خرقة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت الخرقة بالدم والدم ينزل ما هو راضي يوقف وهم خايفين جدا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجرح. فعندها قامت فاطمة رضي الله عنها فأخذت حصير صغير وأحرقته وفتته بسرعة وأخذت الرماد الحار فوضعته على الجرح فتوقف الدم. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن القتال كله بدأ يأتي نحوه. الكفار اللي شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجود بدأوا يهجمون في هذا الاتجاه. تجمع هنا مجموعة من الكفار بقيادة أبي بن خلف جهز مجموعة من الفرسان عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فبدأوا يهجمون في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا؟ فقام الأنصار السبع الذين كانوا معه فبدأوا يقاتلون وبدأ القتل في الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة اللي معاه يصعدوا الجبل قال اصعدوا على الجبل لأن الجبل صعب صعوده. فبدأوا الصحابة يصعدون الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصعد الجبل ما استطاع مع الدم اللي نزل منه والضعف اللي أصابه ما قدر يصعد الجبل. فهنا أبو طلحة نزل قال اصعد على ظهري يا رسول الله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصعد على ظهره إذ استطاع أبي بن خلف أن يخترق الحصار أن يخترق الدفاع اللي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم ووصل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو طلحة ترك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدفع أبي بن خلف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه اتركه لي. أبي بن خلف كان على فرس كان يجهز من أيام قبل الهجرة وكلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر يا محمد إلى هذا الفرس والله لا أقتلنك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ويقول بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله. فكان على هذا الفرس في ذلك اليوم جاء
أبي بن خلف كله حديد، ما يرى منه شيء، مغطي رأسه بالحديد، مغطي صدره وظهره بالحديد، مغطي أرجله بالحديد، ليس فيه أي شيء ظاهر من جسمه إلا طرف رقبته ما بين الخوذة وما بين حديد الصدر، فقط هذا الطرف مبين والباقي كله مغطى، فالذي يريد أن يصيبه يصيبه في هذا المكان فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لي. فهنا أبو طلحة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر كانوا حوله، يقول فابتعدنا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيناه رمح. يقول علي مع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، يقول فهز الرمح هزة تنافضنا منها، من قوة الهزة يقول احنا تنافضنا منها. ثم ضرب أبي بن خلف ضربة فأصابه في هذا المكان المكشوف. انظر قدرته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما هو موطن جرح قاتل، هذا طرف الرقبة ليس وسط الرقبة، لكن من شدة الضربة سقط أبي بن خلف من الفرس وتدحرج عدة مرات وفر يركض. قال قتلني محمد. وصل إلى الكفار الذين تجمعوا خارج المعسكر، قال قتلني محمد، كشفوا عنا ما لقوا إلا جرح خدش. قالوا هذا الجرح ما يقتل يا أبي، هذا الجرح ما يقتل. قال والله لو بصق علي لقتلني من خوفه. وفعلا مات أبي بن خلف من هذا الجرح، مات من هذا الجرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موته قال اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه. يصل الأمر أن يقتل النبي نفسه، فهذا من أشد الناس بغضا عند الله عز وجل، أبي بن خلف. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بيارق والنور فجر ليس فيه رياء، لما بذرت النور في أرجائها فتدمخت طيبا بها الصحراء. الله أكبر، رددت أصداءها. ميديا بروتك يسعدها أن تقدم. الله أكبر، ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بيارق والنور فجر ليس فيه رياء، لما بذرت النور في أرجائها فتدمخت طيبا بها الصحراء. الله أكبر، رددت أصداءها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة أخرى إلى الصخرة، هنا صعد على ظهر أبو طلحة، صعد على ظهر أبو طلحة لأن كانت صخرة عالية، صخرة عالية في هذا المكان من الجبل، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، صعد معه أبو بكر وصعد معه عمر، فاهتز الجبل، اهتز الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيد، وفي رواية شهيدين كان معهم عثمان يقولون. فثبت أحد مرة أخرى.
بدأ الصحابة يتجمعون عند الجبل وبدأوا يصعدون الجبل. الآن أرض المعركة انتهت، علي بن أبي طالب أخذ اللواء تراجع أيضا نحو الجبل وصعد الجبل، فالمسلمون لما رأوا اللواء عند الجبل تجمعوا عند الجبل، فالآن صاروا فوق الجبل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان أيضا ما زال مسيطر على أرض المعركة متماسك، الكفار الآن متفرقين، ما زالوا متفرقين ما عدا خالد. فخالد لما رأى اللواء على الجبل توجه نحو الجبل، لأن اللواء ما زال قائم لابد من إسقاط اللواء، فتوجه نحو الجبل، حاول يصعد بالجبل، خيول تصعد الجبل ما تستطيع، فحاولوا يقتحمون الجبل مشاة، يقتحمون الجبل حتى يقضوا على هذه القوة. الآن جيش يحاول صعود الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم معه قادة قليل من أصحاب الذين ما فروا، الباقي فروا، بعضهم وصل إلى المدينة في هذا الوقت. فالذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، وبدأ الهجوم من خالد الآن على الجبل. إيش يرد خالد الآن والذين معه؟ جيش متماسك منظم وهاجمين على الجبل. فالصحابة وقعوا في حيرة، ما يستطيعون يفعلوا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بنبالكم، جابوا النبال اللي عندهم جمعوها. قال: أين سعد؟ كان سعد بن أبي وقاص موجود. قال: ارمي يا سعد. قال: يا رسول الله ايش ارمي؟ جيش. قال: ارمي يا سعد، فداك ابي وامي، ارمي يا سعد. فاخذ سعد النبل فضرب اول سهم فاصاب واحد منهم فقتله، فقال: ارمي يا سعد، فداك ابي وامي. فاخذ السهم مرة ثانية فضرب الثاني فقتله، قال: ارمي يا سعد، فضرب الثالثة فقتل الثالث، كل رمية واحد. فلما رأى الكفار ذلك انسحبوا. حشامات ما نوصل، كل سهم قتيل، ايش حيعمل فينا هذا؟ فانسحب خالد. هذا سر انسحاب الكفار وتركهم للمسلمين، ان سعد كان يرمي هذا الرمي فانقذ المسلمين في ذلك اليوم. تراجع الكفار، المسلمين تجمع من بقي منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ام قمئة اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ضرب على الكتف وضرب على الرأس وضرب على الوجه، اعلن انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع الكفار، صعد ابو سفيان صعد على صخرة في جبل، في الجبل احد، جبل ضخم، المسلمين الان على الجبل وابو سفيان ايضا على الجبل، وبدأ ينادي: افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، اتركوه. قال: فيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه، ساكتين. قال: فيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فقال: إن كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفينا القوم. انتهى أمرهم، ليس لهم شأن. فعمر ما استطاع يصبر فوقف، قال: بل الذين ذكرت أحياء، أخزاك الله يا عدو الله. فهنا عرف صوت عمر، صوته كان عالي جدا، فعرف صوت عمر، قال: يا عمر، والله لأنت أصدق عندي من ابن أمي، من ابن أبي قمئة، أنت أصدق من هذا صاحبي، يصدق أكثر من صاحبه. ثم إنه صرخ صرخة الانتصار، هكذا يعتز بانتصار الكفار في هذه المعركة: اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال عمر: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قل له الله أعلى وأجل. فصرخ عمر: الله أعلى وأجل. فصرخ أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عمر رضي الله عنه: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم كيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف تتساوى؟ ما تتساوى. ثم ان الكفار انصرفوا. قبل ان ينصرفوا نزلوا في ارض المعركة، بدأوا يشوهوا القتلى، يشوهوا اجساد القتلى. وجاءت هند
بنت عتبة ابن ربيعة، هند أبوها عتبة قتل يوم بدر، وعمها شيبة قتل يوم بدر، وأخوها الوليد قتل يوم بدر، ومن الذين قتلهم حمزة. فرأت حمزة في أرض المعركة فجاءت وشقت بطنه، وكانت قد أقسمت أنها تأكل كبده، فأخذت كبد حمزة وأخذت تمضغها تريد تأكلها، فما استطاعت من مرارتها فألقتها، ثم إنها قطعت أذنيه وقطعت أنفه وشوهت وجهه رضي الله عنه. وبدأ التمثيل في جثث المسلمين، يقطعون آذانهم يقطعون وجوههم، فبدأ التمثيل في قتل المسلمين، وانسحب الكفار. قتل المسلمين كان 70 رجل في هذه المعركة، قتل الكفار 22 رجل، لأنهم معظم القتلى في اللحظات الأولى ثم فروا، ومعظمهم حول اللواء، فعددهم كان قليل، وصار الانسحاب لأن اللواء كان هو السبب في الهزيمة الساحقة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فورا إلى المدينة، كان بعض الناس بدأ يحمل القتلى من المسلمين حتى يدفنهم في المدينة، كل واحد يحمل أهله، فأرسل من ينادي من أخذ أحد من شهداء المسلمين في أحد فليعده يرجعونه. فكانت جابر بن عبد الله كانت عمته رضي الله عنها، أخوها وزوجها قتلا، فكانت حاملتهم على بعير، وصلها الخبر وهي في الطريق فرجعت بهم، فدفنوا مع شهداء المسلمين في أحد. حمه بنت جحش رضي الله عنها كانت في المدينة، فجاءت الأخبار بهزيمة المسلمين، فقالت تسأل، فجاءها الخبر بمقتل أبيها فصبرت، ثم جاءها الخبر كانت تسأل ماذا فعل رسول الله، وما في أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زالت تنتظر، فجاءها الخبر بمقتل أخيها فصبرت وقالت ما فعل رسول الله، فقال هو بخير، فحمدت الله واطمأنت، ثم جاءها الخبر بمقتل زوجها فما استطاعت تصبر، الزوج قرب أقرب من الأخ والأب، فما استطاعت تصبر وأخذت تولول رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الكفار اطمأنت أرض المعركة، نزل الآن هو وأصحابه وبدأ يتجول في أرض المعركة ويبكي، وما كان يعلم عن مقتل حمزة، ما يدري أن حمزة قتل. ثم وصل إلى حمزة ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعم حمزة مقتول، مشوه، مشقوق البطن، كبد على صدره، أنف مقطوع، أذنيه مقطوعات، منظر من أسوأ ما يمكن. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بكى بكاء أبكانا حتى سمعت له النشيج، لما الواحد هكذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم على حمزة بكاء شديد، ويقول والله ما وقفت في حياتي موقفا أشد علي من هذا، أشد موقف في حياتي هذا. ثم إنه أمر بدفن شهداء أحد في موطن أحد، ولم يغسلوهم، دفنوهم في ثيابهم، ودفن الشهداء في مقبرة أحد، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسمع البكاء في كل مكان، يسمع البكاء، إلا حمزة ما كان عنده أحد يبكي عليه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكن حمزة لا بواكي له، كل الناس قاعد تبكي على أهله، حمزة مسكين ما عنده أهل مقربين حواليه، نساء يبكون له. فبلغ الخبر إلى نساء الأنصار فتركنا أهاليهم وجاءوا إلى بيت حمزة يبكون على حمزة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لما انسحبوا مشوا مسافة حتى وصلوا إلى منطقة الأبواء، وتجمعوا عند الأبواء بدأوا يتفكرون يناقشون، قالوا والله ما صنعنا شيئا،
لا احنا قتلنا محمد ولا اخذنا غنائم ولا فتحنا المدينة، ماذا فعلنا؟ فعزموا على الرجوع لفتح المدينة، ما سوينا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالخروج لمتابعة الكفار، للهجوم على الكفار فورا، الان هزمين المعركة. ففورا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالهجوم على الكفار، وامر انه ما يخرج معه الا من شارك في احد. المنافقين ما يريدهم، جاء عبد الله بن ابي بن سلول قال انا اخرج معك يا رسول الله، قال ما اريدك، ما يخرج معي الا من قتل في من شارك في احد. وفعلا بدأ المسلمون يتجمعون، جهز الجيش وبدأ الجيش ينطلق نحو الكفار. تخيل هذا، فورا بعد الهزيمة بثلاثة ايام فقط وتحرك جيش المسلمين يتبع الكفار، حتى يقولون ومعظمهم جرحى، معظمهم جراحين، وبعضهم حمل على الجمل حملا، يعني ما هو قادر يركب الجمل، يشيلون شيء يحطونه على الجمل. وبدأت متابعة الكفار في الطريق. وصلت الأخبار للكفار ان محمد جايهم، فخاف الكفار، ايش هذا، جيش مهزوم يرتب نفسه ويستعد ويهجم في خلال 3 ايام، من يفعل هذا في الدنيا؟ فخاف الكفار، فارسلوا واحد اسمه معبد الخزاعي، قال روح خوف محمد، خليه يتراجع، هم خايفين، لو جاء خايفين من المعركة الان، ما يريدون معركة، وخايفين ان الناس تسمع انه هجم عليهم وهم الذين فروا، فتنقلب النصر الى هزيمة، فيريدون ينسحب. فارسلوا معبد الخزاعي، وصل معبد الخزاعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، فسأله ما اخبار قريش، قال قد استعدوا لك وجمعوا لك، وجاء من تخلف منهم وتجمعوا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا الآية. فزادهم ايمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وامر بالاستمرار بالهجوم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى منطقة حمراء الاسد، وخيم هناك ينتظر جيش الكفار اللي اخبر معبد الخزاعي انه جاي. الكفار لما بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الهجوم ووصل الى حمراء الاسد خافوا، فاستمروا في الانسحاب ورجعوا الى مكة، ما جاءوا. فانقلبت الهزيمة الى نصر. اقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام، 3 ايام في حمراء الاسد، حتى سمع الناس باخباره انه جاء وهجم على الكفار اللي هزموه وهم الذين فروا امامه. فلما انتشر الخبر وعرف الناس به، امر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بالعودة. فحمراء الاسد يعتبرونها من لواحق بدء احد، وبعضهم يعتبر، بعض المؤرخين يعتبرها غزوة مستقلة، غزوة جديدة تسمى غزوة حمراء الاسد. في معركة احد جاءت التعليقات الربانية، يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما انتم اصبتم في احد فقد اصيبوا في بدر، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. لماذا كانت هذه الهزيمة؟ لهذا السبب. لو كلها انتصارات ما يتبين المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق، ما يتبين. ولابد من مثل هذا حتى يتخذ الله ويكرم بعض الناس بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. تختبار، لابد أن يختبر المؤمنون. ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت قبل المعركة، كل واحد يتمنى الشهادة، الآن ما لكم، ترددتم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وتستمر الآيات حتى تصل إلى قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم تقطعون رؤوسهم الحس تحسونهم بإذنه في بداية المعركة لما كنتم مطيعين صامدين ما عصيتم انتصرتم كما وعدكم الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من بعد ما رأيتم النصر عصيتم ما أطعتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية كنت أظن كلنا نطلب الآخرة إلى أن جاءت الآية وكشفت عن الحقيقة في النفوس ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هؤلاء الذين فروا من المعركة وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمهم؟ يقول الله عز وجل ولقد عفا عنكم. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان من الذين فروا يوم أحد لما عيره أهل الفتنة قالوا فررت يوم أحد فقال إن الله أنزل فينا معشر الذين فروا يوم أحد قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهؤلاء كلهم الله سبحانه وتعالى عفا عنهم. إذ تصعدون لما تهربون ولا تلوون ما تلتفتون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم لما كان ينادي أنا رسول الله إلي عباد الله تركتوه فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم بعد المعركة لما هدأت نزل عليهم النعاس كل المسلمين فناموا فهدأت نفوسهم كانت النفوس مشتعلة كيف ننهزم فالنعاس هدأها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقين بدأوا يشمتون في المدينة يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك تعليقات على موقف المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. واستمرت الآيات حتى يقول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم كلاهما إذا الواحد ما زال في سبيل الله فمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول الرسول الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظ غليظ القلب لعاقب هؤلاء الذين فروا ولعاقب الذين عصوا يوم من الرماة ولعاقب الذين ما أطاعوا رأيه فخرجوا من المدينة فالله سبحانه وتعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم ثم أمره بأمر عجيب وشاورهم في الأمر. شاورهم أول مرة وقال لا أخرج وكان رأيي خطأ فهل بسبب هذا الرأي الخطأ تتوقف الشورى؟ قال له لا استمر في الشورى حتى لو كان الرأي خطأ لكنه بركة البركة في الشورى. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وتستمر الآيات يعلق على المصيبة التي أصابتهم
وكيف استغربها المؤمنون، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مرتين، يوم واحد كم قتل من المسلمين؟ 70، يوم بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70، فمثل ضعفين ما حدث في أحد. تذكروا ذلك، يذكرهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد، ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا، عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، لو نعلم قتالا نقول ما نظن أن هناك قتال لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا تعليق المنافقين، لو أطاعونا وجلسوا في المدينة ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم جاء التعليق على هؤلاء القتلى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى أن قال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من هؤلاء؟ الذين خرجوا لحمراء الأسد، استجابوا بعد ما أصابتهم المصيبة وأصابتهم الجروح، مع ذلك استجابوا وأطاعوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين، من هؤلاء؟ هؤلاء الذين خرجوا لحمراء الأسد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما أصابهم شيء الذين خرجوا لحمراء الأسد، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم جاء التعليق النهائي، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأنصاره، يقول لكم خافوا من الكفار، يخوف أولياءه يعني يخوفكم بمن والى الشيطان، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نلاحظ إخواني وأخواتي من سماعنا لهذه الآيات الكريمة أنه لولا دراسة السيرة ما كان يمكن أن نفهم هذه الآيات، وهذا فضل دراسة السيرة أنها تفتح لنا القرآن الكريم. آيات كثيرة من القرآن الكريم لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا السيرة. فدراسة السيرة بالإضافة إلى أنها فيها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ففيها أيضا ارتباط بكلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله عز وجل. فهذه قصة غزوة أحد من أعظم الغزوات التي مرت على المسلمين ومن أكثر الغزوات دروسا. في الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن مجموعة من الأحداث التي حدثت ما بين أحد والخندق، المعركة الرئيسية التي بعدها، ما بين أحد والخندق حدثت مجموعة من الأحداث العجيبة، من أعجب الأحداث التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بوارق والنور فجر ليس فيه رياء، لما بذرت النور في أرجائها
فتبنى خطيبا بها الصحراء. الله أكبر رددت أصداها. ميديا بروتك يسعدها أن تقدم. الله أكبر ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء. ضاءت رسول الله فيك بوارق والنور فجر ليس فيه رياء. لما بذرت النور في أرجائها فتبنى خطيبا بها الصحراء. الله أكبر رددت أصداها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي في سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأحداث التي أدت إلى غزوة أحد، ثم ما جرى في غزوة أحد من أحداث عظيمة، وما تلاها من متابعة المسلمين للكفار في غزوة حمراء الأسد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبع الكفار بعد 3 أيام فقط من هزيمة أحد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم، وخشى المشركون لقاءه وفروا من أمامه. في هذا الدرس سنتحدث عن الأحداث التي جرت ما بين غزوة أحد وغزوة الخندق، الغزوة العظيمة في الإسلام. كذلك بعد شهر واحد من هزيمة أحد تحركت قبائل بني أسد ليغزوا المدينة طمعا في أن المسلمين ما زالوا متأثرين بهزيمتهم في أحد، فظنوا أن المسألة سهلة الآن وهؤلاء قوم مهزومون، فالفرصة مواتية أن نهجم على المدينة ونأخذ خيرات المدينة. فتحرك بنو أسد يستعدون بقيادة طليحة ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة فيما بعد، وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين، ثم إن الرجل فيما بعد أسلم، لكن في ذلك الوقت كان على الكفر، فكان يحاول الاستعداد للهجوم على المدينة. بلغت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقبل أن يهجم بني أسد استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة أبي سلمة، بقيادة أبي سلمة رضي الله عنه، من 150 رجل. فتحركت سرية بني سلمة إلى ديار بني أسد، فوجدهم يستعدون للغزو، فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم ففروا من كل مكان، واستطاع أبو سلمة أن يسلب أغنامهم وإبلهم ويرجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخافت بنو سلمة، قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه، فألغوا فكرة الغزو هذه. كذلك استعدت قبائل هذيل لأن تغزو المدينة. ممكن نرى الخريطة، نرى أماكن بني أسد، موضع بني أسد في الخريطة، وكذلك موقع هذيل في جنوب المدينة قريب من مكة. فهذه القبائل القريبة من مكة أرادوا أن يستعدوا أيضا لغزو المدينة، وكان يحركهم خالد بن سفيان الهذلي. فخالد بن سفيان بدأ يجمع الجموع، وبدأت تنحشد له حشود كبيرة جدا، ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص من هذا الخطر قبل أن يهجم على المدينة، فجاء برجل حصيف ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن أنيس. قال اذهب، وإن استطعت أن تقتل لي خالد بن هذيل
خالد بن سفيان الهذلي فافعل. فقال له النبي، قال له يا رسول الله أنا لا أعرف خالد بن سفيان كيف أعرفه؟ قال إذا رأيته يمتلئ قلبك خوفا، تخاف منه. فتعجبت، يقول عبد الله بن أنيس، فتعجبت فإني لم أكن أخاف الرجال، ما عمري خفت من أحد، كيف هذا يخوفني؟ فقل فاستعدت وقطع الطريق هذا كله من المدينة إلى قريب من مكة في سرية يسمونها سرية عبد الله بن أنيس، لأنه كان واشي وحده. فذهب وحده، قطع الطريق ماشيا من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة. فوصل، كان يسير وحده، فما أحد خاف منه، يعني واحد ماشي بالبر لوحده ما أحد يخاف منه، وما كان معه سلاح إلا خنجر حتى ما أحد يخاف منه. فدخل ديار بني هذيل، وصل مع صلاة العصر، وصل مع صلاة العصر على تل، وأول ما صعد من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه نسوة، فامتلأ قلبه خوفا من هذا الرجل، يقول فعرفت أنه خالد بن سفيان، ما كنت أخاف أحد، لكن لما امتلأ قلبي خوفا منه عرفت أن هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعرفته، الآن أريد أقتله، صلاة العصر داخلة، فخشيت لو صليت يفوتني، ولو رحت أقتله أنشغل فيه تفوتني صلاة العصر. يقول فصليت وأنا ماشي، صليت العصر وأنا ماشي إيماء حتى ما يفوتني، فوصلت إليه فقال من الرجل، هو بدأني من الرجل، فقلت من غزاعة، وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه. قبيلة خزاعة كل العرب تسميها خزاعة، لكن هم ما كانوا يسمون أنفسهم خزاعة، كانوا يسمون أنفسهم غزاعة بالغين. لو قلت لك خزاعة لعرف أني لست من خزاعة. فقال غزاعة، رجل من غزاعة، سمعت أنك تجمع لمحمد فأحببت أن أشاركك. فقال نعم. فيقول بدأت أحدثه، هو مطمئن لي ليس معي سلاح، فبدأت أسأله إيش الأخبار وكذا. النسوة ابتعدوا عني، يقول أول ما ابتعدوا أخذت الخنجر وبدأت أطعن فيه، يقول فطعنت عدة طعنات حتى تأكدت أنه مات وفررت. جاءوا يبحثوا ما في أحد، النسوة يولون إلى أن اجتمع الناس ولا ما في، الرجل كان اختفى. فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل، تمزقت هذيل بهذا، قالوا هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا، كيف نستطيع أن نقاتله؟ ففشلوا بهذا الأمر وانفض جمعهم. رجع عبد الله بن أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل إلى المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يبتسم، فقال أفلح وجهك يا عبد الله بن أنيس، قال أفلح وجهك يا رسول الله، قتلته. فكان هذا تخلص من رأس من رؤوس الكفر بهذه الطريقة، هذا رجل واحد أنقذ المسلمين من هجوم كامل ممكن كانت تقوم به قبائل هذيل. في هذه الفترة أيضا كان عمرو بن العاص، وكان ما زال على الكفر رضي الله عنه، كان ذاهب إلى الحبشة وما أخذ هدايا من الجلد وكذا أيضا للنجاشي، وكان يريد التجارة. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عمرو بن أمية الضمري، أحد الصحابة، له عدة قصص، هذه واحدة من قصصها وسنذكر قصص أخرى له. فعمرو بن أمية الضمري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ليخطب له أم حبيبة بنت أبي سفيان، بنت سيد مكة، كانت على الإسلام وهاجرت مع المسلمين إلى الحبشة، فكانت هناك وحدها بدون زوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولمكانتها أراد أن يخطبها، فأرسل لها عمرو بن أمية يخطبها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية الضمري وهو من المسلمين طمع، فأراد أنه يأخذه الآن فرصة، يأخذ واحد من المسلمين أسير إلى مكة. فدخل على النجاشي بعد ما أعطاه الإبل الأدم والجلد والهدايا، قال له أعطني عمرو بن أمية أعود به إلى مكة، أعطني يعني كافئني بأعطائي هذا الرجل. فهنا غضب النجاشي غضب شديد وقال أتسألني
أن أعطيك رجل رسول، أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى من قبل؟ فهنا تعجب، قال كيف ذاك؟ فقام النجاشي يشرح لعمر ابن العاص الوحي، ما هو الوحي وكيف كان يأتي للرسل من قبل وكيف أن الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. فما زال النجاشي يشرح ويشرح لعمر حتى دخل الإيمان في قلب عمر، فأسلم عمر بن العاص على يد النجاشي. فشو سبحان الله، واحد من العرب يسلم على يد واحد من الأحباش. فهكذا دخل عمر بن العاص الإسلام، وجاء بعد ذلك إلى دخل الإيمان قلبه، وبعد ذلك جاء مهاجرا قبل فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. أم حبيبة بنت أبي سفيان لما خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من قومها، هو خالد بن سعيد بن العاص، ليكون وكيلها في هذا الزواج. فكان وكيلها في الزواج خالد بن سعيد بن العاص، وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكان القاضي الذي قضى لهم في هذا الزواج النجاشي نفسه، هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. فخطب النجاشي خطبة الزواج، ثم زوجها على مهر قدره 4000 درهم، ثم أولم لهم، جعل لهم وليما النجاشي بهذا الأمر. أم حبيبة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان معها في الحبشة لكنه مات فبقيت بدون زوج هناك، وقيل أن عبيد الله بن جحش تنصر فتركته، هذا رواية أيضا. فهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. كذلك في هذه الفترة ما بين أحد والخندق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكانت زوجة لابن لزيد بن الحارثة الذي كان يسمى ابن محمد بالتبني. فزيد كان يريد زينب، لكن زينب كانت لا تريده، كرهته. فالمهم، وهي قصة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن الله سيزوجه من زينب، فما أراد أن زيد يطلقها حتى لا تتكلم العرب أنه تزوج زوجة ابنه، فكان متردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن جاء الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى أنه لما طلقها زيد جاء الأمر أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هدف رئيسي، وهو إثبات أن هذا التبني ليس له قيمة، التبني باطل ليس له قيمة، يقول هذا ابني ادعوهم لآبائهم، ليس ابنك، وزوجته حلال لك، هذا التبني ليس له أي قيمة في الإسلام. وتأكيدا لمثل هذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا المعنى وينزع أي حرج من النفوس في هذه المسألة، فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش طبعا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وتوفيت سنة 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى عليها عمر بنفسه. فكان هذا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. شوال انتهى، كانت الأحداث هذه بعد أحد، وفي فترة ما بين هذا في السنة الثالثة للهجرة حدثت غزوة أحد، هذه الأحداث في السنة الثالثة للهجرة. في صفر من السنة الرابعة للهجرة حدثت حادثة أو فاجعة بئر معونة، ذلك أن عامر بن مالك كان سيد بني عامر، وبني عامر قبائل ضخمة جدا. فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع عن الإسلام، فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فسمع منه فأعجب بالإسلام، لكنه لم يسلم ولكنه لم يبتعد عن الإسلام، ما رفض الإسلام، فكان قريب من الإسلام لكنه لم يسلم. ثم قال يا محمد إن شئت ترسل وفد من المسلمين يعلمون بني عامر الإسلام، فإذا دخل فيهم الإسلام فأنا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني عامر
يعني بيننا وبينهم قبائل معادية، وأخشى أن يقتلوا أصحابي. فقال أنا أجيرهم. أي واحد يلمس أصحابك يعتدي على بني عامر ونعلن الحرب عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن، فأرسل بني عامر قبائل ضخمة جدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، 40 رجل على رأسهم المنذر بن عمرو، وكان كلهم من الحفاظ، من حفاظ القرآن الكريم، ومن العلماء من المسلمين. فأرسلهم بعد ما راح عامر بن مالك، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني عامر، وكانوا في الطريق يدعون. اقتربوا من قبائل رعل وذكوان وعصية، مناطق تسكنها هذه القبائل، وكان قريبا منهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل يكون ابن اخت او ابن اخ عامر بن مالك، يعني عامر بن مالك تكون عمه. فارسلوا الى عامر بن الطفيل سيد من سادات بني عامر، فارسلوا له رسالة. المنذر بن عمرو ارسل له رسالة مع حرام ابن ملكان، واحد من القراء اللي كانوا في الجيش او في الوفد، يدعوه فيها الى الاسلام. عامر بن الطفيل هذا خبيث وعدو للإسلام، فأول ما دخل عليه حرام بن ملكان، لما دخل حرام بن ملكان ومعه رسالة المنذر بن عمرو يدعوه فيها إلى الإسلام، أخذ الرسالة قبل أن يقرأها مزقها، وأشار إلى أحد أصحابه من الجلوس فرفع الرمح فضرب حرام بن ملكان، فدخل الرمح في ظهره ودخل وخرج من بطنه. فصرخ حرام بن ملكان: رسول جاي، الرسول لا تقتل. لكنه طعن هكذا غدرا، فصرخ لما طعن قال: فزت ورب الكعبة، وسقط ميتا رضي الله عنه. يقول الذي قتل: تعجبت منه، أقتله ويقول فزت؟ ما يؤمنون بآخرة، لكن هذا ينظر إلى المعنى الأخروي، هذه شهادة في سبيل الله. فهنا عامر بن الطفيل لما غدر هذا الغدر أراد أن يقضي على باقي القراء، فأرسل إلى قبائل اللي حواليه رعل وذكوان وعصية، يدعوها فيه أن تساعد على هذا الوقت. فأجابوا وجمعوا لهم جيش. ثم فجأة بينما المسلمين هم في جوار بني عامر، في جوار عامر ابن مالك ملاعب الأسنة سيد هذه القبائل جميعها، فجأة يغدر بهم هذا الغدر، فما كانوا متوقعين على الإطلاق. فكانوا جالسين يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، وإذ تفاجئهم الجيوش من كل مكان يهجمون عليهم، وبدأ القتل في المسلمين، فقتلوهم جميعا إلا رجلين. هؤلاء الرجلين، واحد منهم عمرو بن أمية الضمري اللي كان زوج أم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعمرو بن أمية وكان معه واحد من الأنصار، كانوا خارجين ماخذين الإبل اللي كان القراء يستعملونها، ماخذين يرعونها، فحدثت المقتلة والجماعة يرعون، فهم يرعون فجأة شافوا طيور تحوم على المنطقة اللي فيها أصحابهم، فقالوا: إن لهذه الطيور لشأنا، هذه الطيور لها شأن. فاقتربوا حذرين، نظروا من فوق التل، فإذا أصحابهم كلهم قتلى، كلهم أصحابهم قتلى، والقوم واقفين على رؤوسهم. فهنا تشاور عمرو بن أمية مع صاحبه، قال: ما الرأي؟ فعمرو بن أمية قال: أنا رأيي نرجع ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حدث. فالأنصاري قال: والله ما كنت لأربأ عن نفسي بمكان قتل فيه المنذر بن عمرو، والله ما كانت لتخبرني به الرجال، من شدة حبه للمنذر بن عمرو قال: أموت معاه. فهجم هذا الأنصاري على الكفار يريد أن يقاتلهم وحده، فقتلوه. فعمر بن أمية لما شاف هذا يفعل هذا أخذته أيضا العزة، فهجم عليهم، لكنهم ما قتلوه، أسروه. أسر عمر بن أمية، فأخذه عامر بن الطفيل، فقال له: من أين الرجل؟ فعرف نفسه أنه من بني ضمرة. فقال عامر بن الطفيل: سبحان الله، إن أمي قد نذرت أن تطلق عبدا من ضمرة، كلهم أحرار ما فيهم عبيد، شوف هذا النذر، فالآن يتحقق لها هذا النذر، فأنا سأطلقك
وفاء بنذر أمي. فحلق رأسه علامة على العبودية ثم أطلقه ورجع عمرو بن أمية نحو المدينة. أيضا له قصة في طريقه إلى المدينة أدت إلى قضية كبرى. فهكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة غدرا هكذا بدون قتال بدون استعداد، وكانوا في الجوار فقتلوا بهذه الطريقة. هذا في ديار بني عامر في غطفان كما هو واضح في الخريطة. ملاعب الأسنة عامر بن مالك لما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا، كيف يخفر جوار سيد بني عامر، هو يعطي الأمان وهم يخفرون جواره؟ فغضب غضب شديد جدا، فحمل الرمح وذهب إلى عامر بن الطفيل فقذفه بالرمح فأصابه في كتفه لكنه ما قتله، ثم أمسكه القوم حتى ما يقتل ابن أخيه، وظل في الغم ومات بعد أسبوع من هذا الهم الذي أصابه كيف يخفر جواره. هكذا كانت العزة عندهم، لكن هكذا قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء شهر. هذا الحديث هذا الكلام 40 واحد من أصحابه يذهبون هكذا بعد أشهر قليلة فقط من أحد، 70 راحوا في أحد، الآن هؤلاء 40 واحد يذهبون هكذا بدون قتال بدون شيء وكلهم من القراء. فكانت فاجعة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو في كل صلاة، يقنت شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية، هذه القبائل التي غدرت بأصحابه. عمرو بن أمية الضمري وهو في طريقه راجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجلين من بني عامر الذين غدروا به، فسألهم من أين الرجال؟ قالوا نحن من بني عامر. فآنسهم أخذهم بالحديث الجميل فأنسوا إليه. هؤلاء الرجلين كان عندهم عهد أيضا عهد جوار من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمرو بن أمية ما يدري عن هذا العهد. فلما نام الرجلين قام عمرو بن أمية فقتلهما، فقتل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم معطيهما العهد والأمان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه لأنه ما يدري، لكن أرسل إلى بني عامر هؤلاء الذين قتلوا أصحابه، قال لهم إن عمرو بن أمية قد قتل هذين الرجلين خطأ، ما كان يدري أن عندهما جوار، وسندفع لكم ديتهما. شوف الوفاء، رغم أنهم غدروا بأصحابه قتلوا 40 واحد من أصحابه، لكن نحن لا نعامل الغدر بالغدر، ليس هذا من شيمة المسلمين، نحن لا نغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد لدفع الدية لهذين الرجلين. هذه الدية لها قصة سنذكرها بعد قليل. بعد فترة وجيزة من هذا الحادث من فاجعة بئر معونة، وبئر معونة مكانها معروف ترونه في الخريطة أيضا، بعدها جاء حادث آخر يسمى حادث ماء الرجيع أيضا ترونه في الخريطة. ماء الرجيع أيضا له قصة. قبيلتين عضل والقارة كانتا عدوتين للإسلام وتريدان أن تهجمان على المدينة، لكنها ما كانت قبائل كبيرة، كانت قبائل ضعيفة لكن تكره الإسلام، فتريد أن تهجم على المدينة خاصة بعد هزيمة أحد. الآن كل من متشجع يريد يهجم على المدينة طمعا أنه المسلمين ضعاف بعد أحد. فأرسلوا إلى خذيل قالوا تعينونا على قتل المسلمين في المدينة. فهذيل قالوا لا، نحن سيدنا خالد بن سفيان قتله المسلمون عندنا، فنحن ما نهجم على المسلمين، لكن إذا هجم عليكم المسلمون نحن نساعدكم. فالآن عضل والقارة ما يقدرون يهجمون على المسلمين، لكن عندهم وعد من هذيل أن المسلمين إذا هجموا عليهم ستساعدهم هذيل، فأرادوا أن يتحرشوا بالمسلمين حتى يجعل المسلمين يهجموا عليهم فيكون هذيل معهم يقاتلون المسلمين. فماذا فعلوا؟ أرسلوا وفد من عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تظاهر الوفد بالإسلام، تظاهروا أنهم مسلمين
وجلسوا يصلون مع المسلمين ويظهرون أنهم مسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو ترسل معنا رجال يعلمون قومنا الإسلام يمكن يسلمون مثلنا، ونحن نعطيهم الأمان ونحن نعطيهم الجوار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلام عضل والقارة، وخاصة عنده الأمان، فأرسل 6 من أصحابه كلهم من القراء أيضا ومن سادة المسلمين. فمن بين هؤلاء مرثد، يرأسهم مرثد ابن أبي مرثد، ومن بينهم عبد الله بن طارق، ومن بينهم عاصم بن ثابت اللي ذكرنا قصته في أحد، اللي قتل 2 من حملة اللواء في يوم أحد، ومن بينهم خبيب بن عدي رضي الله عنهم أجمعين، وزيد بن الدثنة، وسادس من الأنصار، 6 كلهم من القراء. لما راح الوفد الجماعة لحقوهم وعندهم أمان من عضل والقارة. لما اقتربوا من قبائل عضل والقارة إذا فجأة قبائل عضل والقارة تحيط بهم 200 فارس، هم 6 فقط. فحاصروهم، قالوا تسلموا. قالوا: أين العهد وأين الأمان؟ قالوا: لا عهد لكم ولا أمان، فسلموا. فالجماعة كانوا مسلحين فحملوا السلاح، قالوا: ما نسلم. فعضل والقارة قالوا لهم: نحن لا نريد منكم شيئا، لكن عندنا أسرى في مكة، فنريد أن نستبدلكم بأسرانا في مكة، نحن لن نقتلكم، سلموا ونسلمكم بدل الأسرى الذين في مكة. فهنا الجماعة تشاوروا فاختلفوا. اختلفوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، قالوا: ما نستطيع أن نقاتل 200 رجل، فنستسلم أفضل، نستسلم أفضل، لعل قريش ترأف بنا، لو قاتلناهم الموت المحقق. فاستسلم هؤلاء 3. أما مرتد وعاصم والآخر فرفضوا، قالوا: والله ما نستسلم لكافر. فاستسلم 3، بقي 3. الآن بدأ القتال بين الجيش وبين هؤلاء 3، فقتل مرتد رضي الله عنه، وقتل الآخر رضي الله عنه، بقي عاصم. فظل عاصم يقاتلهم، فما استطاعوا أن يقتلوه، كان شديد القتال، ما استطاعوا أن يقتلوه، أي واحد يقترب منا يضرب عاصم. فعندئذ قالوا: ما تستطيعون عليه إلا أن تقتلوه من بعيد، ما تقاتلون رجل لرجل، ما تستطيعون. فبدأوا يضربون من كل مكان بالنبال، فأصابوه بالنبال فقتلوه رضي الله عنه. فهكذا قتل 3. جاءوا الآن ليقطعوا رأس عاصم. لماذا؟ تذكرون في أحد أن سلافة نذرت، قالت لما رأت عاصم يقتل أخويها حملة اللواء، قالت: من يأتيني برأس عاصم أشرب في جمجمته الخمر وأملأ رأسه ذهبا. فهم يعرفون عاصم فيريدون رأس عاصم حتى يأخذون الذهب، فجاءوا ليأخذوا رأس عاصم. عاصم كان قد أقسم بالله وهو في المدينة، قال: والله ما أمس مشركا ولا يمس جلدي مشرك. وطول حياته بعد ذلك لم يلمس مشركا ولم يلمسه مشرك. فلما جاء ومات الآن جايين يأخذوا رأسه، فالله سبحانه وتعالى بر بقسمه. فلما جاءوا يأخذوا رأسه جاءت الدبابير النحل وأخذت تدور حول عاصم. ما استطاع الكفار يقتربوا من عاصم بسبب النحل، جند من جنود الله يحفظ بها هذا الرجل الصالح. حاولوا فكانت النحل تضربهم من كل مكان وتحمي جثة عاصم. فقالوا: انتظروا حتى المساء، فإذا جاء المساء ذهبت الدبابير، النحل ما يبقى بالليل. لما بدأ المساء يقترب بدأ المطر ينزل، ثم سال المطر سيلا، وسال السيل على جثة عاصم، فحمل السيل جثة عاصم. حاولوا يلحقوها ما استطاعوا، مشى به الماء مسافة طويلة ثم دفن في السيل، دفنه الله عز وجل، ما عرفوا أين دفن. فيسمى عاصم دفين الله، ويسمى دفين الملائكة لأن الله دفنه. فبر قسمه، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبر الله قسمه في حياته وبعد مماته، فوفاه الله عز وجل بهذه الطريقة.
جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بوارق والنور فجر ليس فيه رياء، لما بذرت النور في أرجائها فتبنى خطبا بها الصحراء. الله أكبر، رددت أصداءها. ميديا بروتك يسعدها أن تقدم. الله أكبر، ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بوارق والنور فجر ليس فيه رياء، لما بذرت النور في أرجائها فتبنى خطبا بها الصحراء. الله أكبر، رددت أصداءها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الثلاثة الذين بقوا أخذوا أسرى إلى مكة فعلا عشان يستبدلوهم بالأسرى الذين في مكة. في الطريق عبد الله بن طارق راجع نفسه، قال هؤلاء ما لهم أمان، وإذا سلمونا سيقتلنا قريش، إيش الفائدة؟ فاستطاع أن يفلت من الأسر وأخذ سيف واحد من الكفار وبدأ يقاتلهم، فأخذوا يضربونه بالحجارة فقتلوه رضي الله عنه، فمات في الطريق. فبقي اثنين، زيد بن دثنة وخبيب بن عدي. وصلوا إلى مكة، فعلا استبدلوهم بأسراهم الذين في مكة. ثم أول من أخذ للقتل هو زيد بن دثنة رضي الله عنه، فكان ممن خرج لقتله أبو سفيان. فيسأله أبو سفيان لما جهزوه للقتل، قال يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك الآن؟ ما تتمنى أن محمد هو الذي يقتل وأنت تنجو؟ فقال والله، والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة وأنا أقتل. يعني أنا مستعد أقتل ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة وهو في مكانه. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. أي حب هذا الذي في النفوس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما خبيب بن عدي رضي الله عنه فحبسوه في بيت حتى يقتلوه. فبينما هو في البيت تقول المرأة التي كانت تأتي له بالطعام، تقول والله ما رأيت أسيرا كخبيب بن عدي، أسلمت فيما بعد، تقول والله ما رأيت أسيرا كخبيب بن عدي، كنت أدخل عليه، كانوا حاطين في غرفة ومربطين بالسلاسل حتى ما يهرب، فكنت أدخل عليه ومعي الطعام فأجد بين يديه عنقود عنب كرأس الرجل، ووالله ما في الجزيرة كلها عنب ذلك اليوم، في وقت ليس فيه عنب، وأجد عنده العنب، فأقول له من أين لك هذا؟ من أين لك هذا العنب؟ أسير في غرفة ويأتيه عنب، فاكهة ليس لا غير موجودة، من أين يأتي؟ فقال هو من عند الله. هكذا كانت كرامته رضي الله عنه.
ثم انهم اخبروها انهم سيقتلونه في ذلك اليوم. فقال للمرأة اللي تخدمه، قال لو ارسلت لي حديدة ازيل بها الشعر عن نفسي. فقالت نعم. فراحت البيت، عندها ولد عمره 10 سنوات، قالت لخذ هذه الحديدة لخبيب موس سكين. فاخذ الحديدة لخبيب. بعد ما راح الولد فطنت، قالت انا ايش عملت الان؟ يمسك الولد يقتله فيثأر لنفسه. دخل الولد على خبيب فاعطاه الحديدة، قال ويحك، اما خافت امك الغدر؟ عند الولد وبيد السكين، ولا امه جاية تجري. فشافت هذا المنظر، ابنها عند خبيب والسكين في ايد خبيب، يستطيع ان ينتقم لنفسه الان. فقال خذي ولدك، ما قتل الولد، مع ان كان يستطيع يفعل ذلك، لكن ما ذنب هذا الولد فتركه. ثم ان قريش خرجت، كثير من قريش خرجوا ليشهدوا مقتل خبيب بن عدي. فعندها خبيب قال لهم ان رأيتم ان تدعوني اصلي ركعتين. فقالوا اركع. فهو اول من سن هذه السنة ركعتين عند الشهادة، عند القتل. فصلى ركعتين ثم قال والله لولا اني خشيت ان تقولوا جبان لأطلت اكثر من هذا، لكن خفت ان تقولوا عني جبان. ثم انهم صلبوه، علقوه على صليب وبدأوا يضربونه، ما يقتلونه، يضربون ضرب بالسيوف. فأخذ يدعو عليهم، أخذ يدعو عليهم ويقول اللهم أحصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أبو سفيان كان معاه ابن معاوية، فرمى ابنه على الأرض وانبطح أبو سفيان على الأرض. وكانوا يعتقدون في عقيدة الكفار أن الإنسان إذا دعي عليه ونزل على الأرض ما تصيب الدعوة، ما تصيب الدعوة، لذلك ألقى ابنه على الأرض. ثم إنه قال اللهم قد بلغنا رسالة نبيك، احنا رايحين نوصل رسالة نبيك للناس، احنا قتلونا ظلمونا هكذا، فأبلغ عنا نبيك السلام. ثم قتل رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة في هذه الفترة، فاسترجع لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال هذا جبريل يخبرني بمقتل خبيب. فكانت هذا منزلته رضي الله عنه، أن جبريل نفسه يأتي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل هذا الرجل الصالح خبيب بن عدي. بعد هذا الحادث، كان هذا الحادث فورا بعد بئر معونة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الدية للاثنين الذين قتلهم عمرو بن أمية. الآن فاجعتين واحدة وراء الثانية تصيب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرك في هذه الدية اليهود، لأن اليهود حلفاءه، وإذا وقعت مشكلة على المسلمين هم شركاء فيها أيضا. فأراد أن يشرك اليهود في هذه الدية، فذهب إلى بني النضير وكان معه أبو بكر وعمر وسادة الصحابة. ذهبوا فالتقوا مع سادتهم. فبنو النضير هؤلاء قالوا حبا وكرامة يا محمد نعينك على قتل على دية الرجلين هؤلاء، خاصة أن بني عامر حلفاء بني النضير. فقال هؤلاء حلفاءنا ونحن أولى بالدية منك، نساعدك، فانتظرنا بس نجمع الأموال ونأتيك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط في حصن بني النضير. بني النضير ذهبوا اجتمعوا، قالوا والله لن تجدوا الرجل على مثل هذا الحال، جاي الوحدة ما معه إلا كم نفر، ما معه سلاح، ما معه حراسة، أحسن فرصة لاغتيال محمد. شوف الغدرة، بدل ما هم الآن عندكم حل، بدل ما تساعدون في الدية الآن تفكرون في الاغتيال. من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش بن كعب، قال أنا أقتله، أرميه بحجر، هو جالس تحت الحائط، أصعد من فوق وأرميه بحجر. فأخذ حجر طاحونه وصعد يريد يرميه على النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يخبره بعملية المؤامرة هذه، مؤامرة الاغتيال هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح، الصحابة ما زالوا جالسين، بكل هدوء ما أخبرهم من رايح، قام ومشى. فظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة وجلسوا ينتظرونه. اليهود أيضا ظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة ويرجع لأن ترك أصحابه، فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فورا توجه إلى المدينة وأعلن الحرب على بني النضير. تجهز المسلمون، تجهز الجيش. الصحابة اللي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير تأخر عليهم، خافوا، قالوا لعله أصابه شيء، قاموا يدورون عليه ما لقوه، فاتجهوا نحو المدينة. فإذا الاستعدادات المعركة، ايش خير؟ قال قتال بني النضير. ماذا فعل بني النضير؟ احنا لسه جايين من عندهم. فقال أخبرني جبريل أنهم يريدون اغتيالي. فهنا اشترك الصحابة في الاستعداد وتوجهوا نحو بني النضير. فوجئ بني النضير ولا الجيش جايهم، سكروا حصونهم، بدأوا استعدادات للمعركة. بدأ الحوار، ماذا فعلنا؟ قال تعرفون ماذا فعلتم، هم عارفين. حاولوا ينكرون، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم كاذبين بوحي السماء، فهم أسقط في أيديهم. أرسل هنا عبد الله بن أبي بن سلول، رأس الكفر، رأس النفاق، وكان يدعي الإسلام، أرسل رسول إلى الحصن فحدثهم، قال لهم لا تسلموا، لا تسلموا، إذا بدأ القتال نحن نقاتله معكم، وإذا أخرجكم نحن نخرج معكم، ما نبقى معه في المدينة. فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فعزموا على القتال، عزموا على القتال. بدأ الحصار، بدأت المناوشات، وبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، فاضطر المسلمون الرجوع، تراجع، وأخيموا بعيد عنهم حتى مكان ما تصيب النبال. لأبن النضير معظم مزارعهم كانت خارج ديارهم، خارج حصونهم، واليهود حب المال في نفوسهم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، نخيل اليهود. فقام الصحابة كل واحد معاه عدة الزرع، بدأوا يقطعون النخيل. تفاجأ اليهود أن مزارعهم الآن بدأ النخيل فيها يتساقط، فانخلعت قلوبهم على ذهاب أموالهم، المال أكبر شيء عندهم. فأرسلوا إلى محمد، قالوا أنت تقول أنك مصلح وصاحب رحم وكذا وتقطع، ما بال النخل؟ فقال نقطعها كلها أو تستسلمون. صبروا، استمروا التقطيع، شافوا أن أموالهم راح تذهب، إيش الحياة بعد الأموال بالنسبة إليهم؟ فقالوا نستسلم بس بشرط أن تتركنا نخرج من المدينة ونحمل معنا كل ما نريد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن ما تحملون السلاح، تخرجون بكل شيء، كل ما تستطيعون أن تحملوه احملوه، لكن ما تتركون، ما تأخذون السلاح. المهم استقر أمر بني النضير على الجلاء بهذه الطريقة. فعندها هكذا بدون قتال، ما حدث قتال، فعندها استسلم بني النضير وبدأوا يستعدون للجلاء. جلاءهم كان بطريقة عجيبة، أولا أخذوا كل ما عندهم من الإبل حملوها، فكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه، حتى أنهم بدأوا يكسرون بيوتهم ويأخذون البيبان، لأن الأبواب الخشبية هذه غالية، لو يقدرون يشيلون البيت شالوا، بس ما يستطيعون يأخذوا البيوت، فأخذوا يأخذوا الأبواب، فبدأوا يهدمون بيوتهم ويأخذون الأبواب ويحملونها على الإبل، وحملوا كل شيء يستطيعون عليه. ثم أنهم لما أرادوا خلاص استعدوا للجلاء، لما استعدوا للجلاء عندها عملوها مظاهرة، فجابوا واحدة من مغنيات عندهم مغنية صوتها جميل وصوتها عالي، وجعلوها في المقدمة وبدأت تضرب الداف وتغني، والكل يغني وراءها هكذا، أنه إحنا خارجين بكل عزة
يظهرون العزة لأنفسهم، وخرجت المظاهرة هكذا بالغناء يغنون وهم خارجين من المدينة. من سادتهم سلام بن أبي حقيق وشكاء ومسلم بن مشكم، سلام بن مشكم وحي بن أخطب، مجموعة من سادة بني النضير، وتوجهوا نحو خيبر. هؤلاء أشرف أشراف اليهود، أجلوا الآن من المدينة. فلما وصلوا إلى خيبر دانت لهم خيبر، صاروا هم حكام خيبر. فهؤلاء الثلاثة لما أجلوا بهذه الطريقة هم الذين حزبوا الأحزاب. لما نقول الخندق، من الذي حرك الأحزاب؟ هؤلاء حي بن أخطب وجماعة، هؤلاء الذين أجلوا من ديار من ديارهم من بني النضير. فكانت عزة عظيمة للمسلمين، الآن أخذت الأموال بدون قتال، وهذا الذي يسمى الفيء. الفيء هو أخذ الأموال بدون قتال، الغنائم هي أخذ الأموال بالقتال، الأنفال أخذ الأموال بالقتال، أما الفيء فأخذ الأموال بدون قتال، وهذه أول مرة تحدث بهذه الطريقة. فما الحكم في هذا الفيء؟ الغنائم حكمها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. أما الفيء ما في قتال، فكيف يوزع؟ فجاء الأمر أن الفيء لله والرسول، الرسول يتصرف فيه، لا يوزع على المقاتلين لأنهم لم يقاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين، لأن كانوا في فقر، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، ما عندهم شيء، فأمر بتوزيعها على المهاجرين، فوزع الفيء على المهاجرين. في هذا الحادث، حادث بني النضير، نزلت سورة الحشر. فلن تفهم سورة الحشر إلا إذا عرفت قصة بني النضير. يقول الله عز وجل: سبح لله، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. كيف يخرجون محصنين في حصونهم، عندهم المياه وعندهم الزروع، ما حد كان يظن أنهم يستسلموا. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، لما جلوا كسرون البيوت حتى يأخذوا الأبواب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لو لم يكن هذا الجلاء لقتلوا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة، النخل الكبير والصغير، الصغير يسمى اللينة، النخل الصغير يسمى لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هم أنتم بخيولكم وبإبلكم هجمتم عليهم وأخذتم ذلك؟ هذا نصر من الله، ما ليس فيه قتال منكم أنتم أيها المؤمنون، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، حكم الفيء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون، يعني المال، دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين، هذا الفيء أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم إلى آخر الآيات. فنفهم سورة الحشر بفهم غزوة بني النضير. بعد هذه الغزوة حدثت غزوة أخرى هي غزوة ذات الرقاع في جماد الأول سنة 4 هجرية. ذلك أن غطفان أيضا بدأت تستعد لغزو المدينة. كل هذه نتائج أحد، هذه الآثار كلها لأحد، كلهم بدأوا يطمعون في غزو المسلمين. فغطفان قبيلة من أضخم القبائل في نجد بدأت تطمع في غزو المسلمين في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار جهز جيشا كبيرا وهجم بنفسه على غطفان، هجم بنفسه على غطفان وفعلا وصل إلى غطفان. وإذ غطفان مجمع الجموع هائلة، جيش ضخم جدا، أضعاف أضعاف جيش المسلمين. فاصطف الجيشان وكلا الجيشين خائف أن يهجم على الآخر. هؤلاء خائفين من المسلمين لشجاعتهم، والمسلمين خائفين من هؤلاء لكثرتهم، أعداد هائلة جدا. وظل الأمر أيام ما فيهم أحد يهجم على الآخر، كل واحد ينتظر الآخر يهجم. في هذه الفترة قالت غطفان، كان المسلمين إذا حان وقت الصلاة يصلون، فقالوا ما تجدونهم أحسن من وقت الصلاة، نهجم عليهم وهم يصلون. وفعلا استعدت غطفان أن تهجم لما تبدأ الصلاة التالية. عندها نزلت الآيات بصلاة الخوف، وبدأ المسلمون يصلون بطريقة صلاة الخوف، ناس يصلون وناس يحرسون، ثم يأتون الذين يحرسون ويكملوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط في يد غطفان، قالوا احنا كنا نريد ان نغافلهم، الآن مسلحين في صلاتهم وفي ناس يحرسون، غيروا الصلاة في هذه اللحظة. فصلاة الخوف نزلت في هذا الموطن. واستمر الأمر أيام، ثم بعث الله الرعب في قلوب غطفان ففروا هربوا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديار غطفان عدة أيام ثم رجع. في الطريق في عودته حدث حادث صغير، وذلك أن واحد من غطفان أقسم أنه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم، حتى يجرح واحد منهم أو يقتل واحد منهم. فالجيش ماشي وهذا يلحق الجيش، ما منتبهين إلا رجل واحد ماشي ما يخوف جيش ماشي. لما خيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة؟ فتطوع اثنين من الصحابة، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فوقف عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق تل، لأن المسلمين معسكرين، هؤلاء فوق تل حتى يستطيعون أن يروا أي واحد جاي من أي مكان. عمار بن ياسر استلقى يرتاح، عباد بن بشر وقف يصلي ويراقب، يعني وهو في صلاة ينظر حتى ما يغدر أحد المسلمين، لكن في ظلام، وبعدين يعني ما في أي حركة، ما في أي صوت، فظل يصلي. اقترب ذلك الكافر فشاف هذا اللي واقف، قال هذا عين القوم، هذا حارسهم. فاقترب حتى صار على مسافة رمي نبل، فأخذ النبل وضرب عباد، فجاء السهم في كتف عباد وهو يصلي. فعباد ما أحب يقطع صلاته فنزع النبل ورماه، نزع السهم ورماه وكمل صلاته. هذا الرجل استغرب،
ما معقول ما أصبته، ما عمره يخطئ. فأخذ سهم ثاني ورماه، فنزل في كتفه مرة أخرى، فنزع السهم فرماه، بدأ الدم ينزل منه. لكن يريد يكمل السورة اللي قاعد يقراها، فرماه مرة ثالثة وهو متعجب إيش هذا. فهنا خاف عداد أن يقتل، خاف أن يقتل ويكون المسلمين بدون حراسة، فعندها نزل كمل صلاة ركع وسجد وأيقظ عمار، فشاف الدم ينزل منه، قال مالك؟ قال ضربوني. فشاف عدة جروح، قال مالك لم تيقظني من أول ما أصابك؟ قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، ولولا أني خشيت أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي. شوف حرصهم على الصلاة وعلى أن يكمل سورة من القرآن. هذا الرجل لما شاف أنه هؤلاء حتى النبال ما تؤثر فيهم رجع هرب. إيش هذا؟ لكن هكذا سبحان الله لما يستقر الإيمان في النفس ويحرص الإنسان على أن يعطي لهذا القرآن حقه، يملأ القلب هذا القرآن فيشغله حتى عن نفسه. فكانت هذه غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأسباب كثيرة مختلفة ذكرها العلماء، لكن أشهرها أنهم كانوا ما يعني كانوا فقراء، فما كان عندهم أحذية، ما كان عندهم أحذية، فكانوا يأخذون الخرق يسمونها رقاع ويربطون بها أرجلهم، فكانوا يسيرون بهذه الطريقة، فسميت غزوة ذات الرقاع لأن هذه كانت أحذيتهم في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في جماد الأول من السنة الرابعة للهجرة، في ربيع أول من هذه السنة نفسها حدثت غزوة دومة الجندل، وأيضا نراها في الخريطة. قبائل دومة الجندل أيضا استعدت للغزو، أيضا لغزو المدينة، استعدت للغزو تريد أن تغزو المدينة، وبدأت تعد العدة لهذا الأمر، وهي في مكان بعيد، شوفوا في الشمال، في أقصى الشمال هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداداتهم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بألف رجل، بقيادة ألف رجل راكب وراجل، وتوجهوا نحو قبائل دومة الجندل في كما ذكرنا في ربيع أول من السنة الرابعة للهجرة. ولما وصل هناك سمعت به القبائل فملئت قلوبها بالرعب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. ففرت هذه القبائل أول ما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث قتال، وكانت هذه غزوة دومة الجندل. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنم فيها المواشي التي تركوها من وراءهم، غنم فيها المواشي ورجع. في شعبان من هذه السنة نفسها من السنة الرابعة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بألف راكب وراجل متجه نحو بدر، لأنه لما انتهت غزوة أحد بدون انتصار واضح للكفار، أبو سفيان أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر، فتواعدوا أن يلتقي المسلمون والكفار في بدر، في غزوة سميت غزوة بدر الآخرة، فهذه الغزوة المشهورة بهذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل، أبو سفيان استطاع أن يجهز 3000 مرة أخرى، وتوجه نحو بدر الآخرة، لكنه كان خائف خاصة بعد الأخبار المتتالية كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفاعيل بهذه القبائل، فكان خائف. ما مشى مسافة بسيطة حتى قال إن العام هذا حر وقيض وليس فيه طعام وليس فيه ثمار، فارجعوا، فنرجع في السنة القادمة أو نرجع في وقت لاحق، هذا الوقت غير مناسب للقتال. فبعد ما مشى مسافة بسيطة رجعت ولم تذهب للموعد، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقه وسار من مكة إلى بدر، سار من مكة إلى بدر، وأقام في بدر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءته القبائل. هنا أبو سفيان لما فكر يتراجع ما أحب أن الناس تعيره بهذا الرجوع، ف
فأرسل نعيم بن مسعود من أهل مكة وكان على الكفر حتى ذلك الوقت، أرسل نعيم بن مسعود يثبط النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول أنه قد جمع لك الجموع، جمع لك 3000، جمع لك جيش وعدة وعتاد وكذا. فقال أنا بالانتظار، أنا أنتظر. فمع ذلك ما جاء أبو سفيان، ما نفع كل هذا، ما نفع. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة أيام حتى سمعت العرب بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد وأبو سفيان لم يأتي، قريش لم تأتي. فكانت العزة للإسلام في ذلك الموطن، ما حدث شيء سوى هذا الصغير، أنه واحد من القبائل التي في ذلك الموطن، قبائل بني ضمرة، قائدهم اسمه مخشي بن عمرو الضمري. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في مرة سابقة، بينه وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فهذا معترض على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبقاء هذه المدة في بدر، هو سيد قبائل بني قبائل بدر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وقح، بأسلوب غير مؤدب، فقال يا محمد أجئت للقاء قريش على مائنا؟ كأنه يعني أنت من حتى تأتي في هذا المكان وبدون إذني؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وإن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك. فهنا خاف، قال يا محمد ليس لي حاجة، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، أنا على العهد. فهذه عزة الإسلام كيف ظهرت، فخاف الناس. هذا كله كان مقدمات لغزوة عظمى هي غزوة الخندق. غزوة الخندق أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد أن تفعل شيء. بني النضير أجلوا من المدينة فأيضا طعنوا في عزتهم. غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضيها وفروا من أمامه فطعنوا في عزتهم. بني سليم الآخرين كلهم هؤلاء الآن كلهم مطعونين من المسلمين. فكان الجو كله متوتر ضد الإسلام. فهنا تحرك مجموعة من اليهود، هم سادة بني النضير، حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وابن أبي حقيق، هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وفد وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرضوها أننا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على المدينة. قصة هذا الوفد وقصة هذه الأحزاب التي تجمعت وما حدث في غزوة الخندق هي موضوع الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، ها هو البدر الذي ضاءت به الألباب والأجواء، ضاءت رسول الله فيك بوارق والنور فجر ليس فيه رياء، لما بذرت النور في أرجائها فتدمى خطبا بها الصحراء. الله أكبر رددت أصداءها.